بدل ما تنحل أزمة رئاسة البرلمان سريعاً. شو تفاجأنا باعتراض قوى المكون السني فيما بينهم على المرشحين، وتحولت القصة إلى حالة من تعميق الخلافات بعد تحالف أغلب القوة باستثناء حزب تقدم وتوجه هاي القوة إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان. بس هذا الاجتماع أثار حفيظة حزب السيد الحلبوسي وقال بأعلى صوته أنه تقدم هو من يمثل الأغلبية السنية بالبرلمان، ومو من حق أي أحد أن يختار رئيس البرلمان غيره. بالمقابل تحالف السيادة والحسم والعزم شكلوا نقطة بداية لخلافات جديدة فيما كان من المتوقع أن يكون بداية حل. وهم هذا التحالف قال أنه إلى الحق بالحصول على منصب رئاسة البرلمان لكونه يمثل الأغلبية السنية داخل البرلمان بعد أن كانت الأغلبية بيد تقدم صاحب أعلى عدد المقاعد. محصلة هذا الجدل مثل ما قالوا تقدم أن التحالف البرتقالي هو من يملك الأغلبية السنية داخل مجلس النواب ومنصب رئيس المجلس استحقاق سياسي وانتخابي له، ولا يمكن لأي طرف سياسي التجاوز على هذا الاستحقاق تحت أي حجة وذريعة. وهنا نتأكد بأن الحزب عنده اتصال وتواصل مع أطراف سياسية مختلفة مؤثرة، وهنالك من يؤكد أحقية تقدم بالحصول على المنصب كون استحقاق انتخابي. وعلى ما يبدو أنه زيارة الحلبوسي وجولته على القيادات الشيعية قد تملي سلة تقدم بثمار شعلان الكريم قريباً.